بعد ترقب استمر لأيام، أعلنت هيئة الانتخابات المستقلة في تونس عن قائمة المتنافسين على الرئاسة. القائمة التي ضمت 26 مرشحاً تحمل حظوظاً متفاوتة مع توجهات مختلفة، كما شهدت القائمة أيضاً وجود سيدتين في السباق إلى مكتب الرئاسة. فكيف يبدو المشهد في تونس الآن؟ نتعرف على ذلك طبعاً مع ضيفنا. ينضم إلينا من تونس الكاتب والباحث السياسي لطفي بن صالح. مساء الخير سيد لطفي بن صالح. قراءة في الأسماء التي تم اختيارها بشكل نهائي لخوض هذه الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر المقبل. مساء الخير. في قراءة ربما موجزة أو مختصرة للستة وعشرين يعني مترشحا للانتخابات الرئاسية، بل للدور الأول الذي قد يكون حاسما يوم 15 سبتمبر القادم. لم يبقى إلا شهر واحد، أصبح 26 في السباق، لكن هؤلاء 26 يضاهي عددهم تقريبا نفس عدد المترشحين في رئاسية 2014. إذن هو ليس بالعدد الكبير جدا المبالغ فيه، لأن هنالك من له حظوظ أو أسماء بارزة في الساحة السياسية وفي غيرها، وهناك الأغلبية من هؤلاء المترشحين حتى غير معروفين أصلا على الساحة. إذن من هذا المنطلق تبدو الحظوظ متساوية، لنقول بين 8 أو 10 مترشحين. يمكن تلخيص هذه القراءة في كون أو في وجود مجموعتين متناقضتين متباينتين بين المترشحين. مجموعة أولى يعني يمكن أن تجد مساندة ومنصرة حركة النهضة، من بينها مرشحها عبد الفتاح مورو وأمينها العام السابق حمادي جبالي والمنصف مرزوق رئيس الجمهورية المؤقت الذي حاز على أصوات النهضة في الانتخابات 2014 الرئاسية، وربما محمد عبو. هذه مجموعة أولى. في مجموعة ثانية هناك الداعين والذين يمارسون الحكم بالوزارات وغيرها وبالمناصب، وفيها يعني يوسف الشاد، فيها عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي، وفيها كذلك من يدعون بشعارات يعني او يعتلون الشعارات المدنيه والحدثيه مع هؤلاء مثل نبيل القروي، مثل عبير موسي وغيرهم. في الوسط يمكن اليسار هنا حضور ضعيف بحم الهمامي. هكذا يمكن شكلا ان نصف المشهد على الاقل في الوقت الحاضر، في انتظار التسويات والاتفاقات التي يمكن ان تفرز بعض الانسحابات لفائدة هذا الطرف أو لذلك. عام 2014 سيد لطفي بن صالح شهدنا الحملة الانتخابية أو الانتخابات تقوم على إطار الحداثة في وجه مشروع ديني متعلق بالنهضة وقتها. هذا العام هل يمكن أن نرى امتداد لهذا المشهد في الانتخابات الشهر المقبل؟ لحد الآن في خضم تعدد المترشحين وتوقع تشتت الأصوات أكثر ما يمكن يعني أو أكثر ما هو متوقع، يمكن القول أن هذه المعادلة أو المعادلة هذه بين ما هو حديثي ومن هو إخواني نهضوي ربما تتواصل، لكن بنسبة قليلة في الوقت الحاضر نظرا كما قلنا لتعدد المترشحين. مع الاقتراب الموعد 15 سبتمبر أعتقد أنه سيكون هناك يعني مترشحين أقل بكثير في خضم هذه المعادلة التي تحدثت عنها، أقل بكثير من الآن. ثم لا ننسى أن في سنة 2014 على مستوى الرئاسية لم يبقى إلا اسمان، اسم الباجي قايد السبسي رحمه الله، واسم المنصف المرزوق الذي سندته أو سنده النهضويون في ذلك الوقت. في هذه الحالة أو اليوم يعني على مستوى انتخابات 2019 الأمر أعتقد أنه يختلف، بل أنه يبعث على الضبابية والتشتت. ذلك ما يطرح تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة، هذا إذا لم يكن قد بدأت الأحزاب والأطراف السياسية بالفعل يعني منذ اليوم في التوافقات كما قلنا ومساومات ومنورات من أجل سياسة الأخذ والعطاء وبمقابل وأعطيني وأعطيك. لا ننسى أن نتيجة الدور الأول لا تهم أو لا تنعكس عن الدور الثاني فحسب، بل أن الانتخابات التشريعية هي الغاية، وحركة النهضة مثلا أو مثالا غايتها هي الصعود في البرلمان بأغلبية. طيب وتصعيد راجل الغنوشي رئيسا لهذا البرلمان. من لطفي. هذا المنطلق ستكون المساومات على أكثر حدة يعني في زد على ذلك سيد لطفي بن صالح، الأزمة الاقتصادية التي تجر البلاد إلى الحضيض حسب مراقبين،
التزكية الخارجية هنا ما أهميتها، ما موقعها، ما وزنها في انتخابات 2019 الرئاسية؟ طبعا بالإضافة هذا معمول به وأصبح أجليا، يعني بالإضافة إلى المزاج الشعبي العام، بالإضافة إلى مدى توجه الناخبين أو توجه أصواتهم بين وتشتتها بين هذا وذاك، يبقى الخارج أو الأجنبي، تبقى الضغوطات الأجنبية، تبقى التزكيات الأجنبية الخارجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وكذلك ربما بعض الضغط قطر وتركيا اللتين لا يخفى يعني ضغطهما في كل مناسبة سياسية وخصوصا هذه الانتخابات، كلها عوامل تجعل من المترشحين ينتظرون فعلا، هناك من ينتظر كيوسف الشاهد رئيس الحكومة، وربما عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي، وكذلك مرشح حركة النهضة، كلهم الجميع ينتظر تزكية بين معاقفين خارجية أجنبية. هنا هذه التزكية لن تتضح حسب رأيي في الوقت الحالي كما قلت، نظرا لتعدد والترشحات المترشحين عددهم يعني كبير نسبيا بالنسبة لهذا الدور الأول، وكذلك هذا ما سيؤدي إلى إمكانية تشتيت الأصوات، ففي تشتيت الأصوات ليست خدمة الحركة النهضة مثل ما يظن البعض فحسب، وإنما ربما تخدم بعض القوى الأخرى التي بتشتت الأصوات قد تخلق يعني عددا أو قوة بعض القوى السياسية الجديدة، ليست الجديدة بمعنى المفاجئة أو غير معروفة، بل مثال عبد الكريم الزبيدي يعني وزير الدفاع الحالي الذي يمكن أن يلعب في هذا المضمار رقما صعبا ربما ومنافسا شرسا، رغم غياب حزام سياسي حزبي كبير له في وفي ظل مساندات شعبية بدأت تبرز. شكرا جزيلا لك لطفي بن صالح الكاتب والباحث السياسي من تونس.